موطني يحمي حماك النشامى، جنود شعبك من بنيك المغاوير، أهل الحمية الطيبين الكرامة، وأهل الشجاعة في ظلام المخابير، يحمون أرضك والبحر والغمامة، في برك وبحرك وجوك بتدبير، ما فيهم إلا شهم مثل الحسامة، كلهم فدا من أجلك صغير وكبير، هم الحماة وهم حصنك إدامة، نادى المنادي هاتف بالتكبير، الله أكبر الله أكبر طاير النصر حامة، لبيك يا دار الكرم والمناعير، مستبشر يا دار فيك الكرامة، أنت بهم يا دار في نعم وخير. بسم الله الرحمن الرحيم. ما في شك طبعا أن المبادرة اللي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي حفظه الله ورعاه، بمناسبة مرور 9 سنوات على تولي سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي. مبادرة الحقيقة لها مدلول كبير على الجانب السياسي، على الجانب الاقتصادي، على الجانب الأمني، وذلك بالنسبة لي أو نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة، منطقتنا العربية والإسلامية، من تحديات وتطورات جيوسياسية. فلذلك هذه المبادرة يعني الحقيقة أتت في توقيت وفي مرحلة بالغة الأهمية. الجميع يعلم الحقيقة مدى أهمية قوات المسلحة، فهم حماة الوطن وهم درعها الحصين، وهم كذلك من يسهر على أمن هذا البلد الغالي. الجميع يشهد بالتطورات التي تعيشها وتشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، إن كان في المجال الأمني، المجال النمو الاقتصادي، التطور الحقيقة في مناحي كثير من جوانب الحياة. يعني بكل فخر نقول نحن نعيش في عصر ذهبي تعيش دولة الإمارات وينعم به المواطن في دولة الإمارات بفضل من الله عز وجل، وبفضل قيادتنا الحكيمة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس وزراء، حاكم دبي، وأيضا أخوانا مع حكام الإمارات حفظهم الله ورعاهم، وسمو الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي العهد حفظه الله. الفترة التي نعيشها الحقيقة في دولة الإمارات فترة يعني الجميع أو كثير من دول العالم تحسدنا عليها، نأمل من الله عز وجل أن يديم عز هذه البلد ورخائها بفضل قيادته وبفضل قواتنا المسلحة الذين يسهرون على أمن هذه المنطقة. تحية حب وشكر وتقدير لحماة الوطن قواتنا المسلحة. أنتم الحسن والأمان. شكرا حماة الوطن. حماة الوطن شكرا جزيلا، ونحن معكم في خدمة الوطن. من كل القلب شكرا حماة الوطن. أنتم درعنا الواقي، شكرا حماة الوطن. أنتم سمانة وأنتم ذرانة وأنتم سور البيت المتوحد، شكرا حماة الوطن. شكرا حماة الوطن، أنتم أمننا وأماننا. بكم البيت متوحد، شكرا حماة الوطن. أنتم درعنا الحصين، شكرا حماة الوطن. بكم البيت متوحد، شكرا حماة الوطن. شكرا للسواعد التي يحتمي بها الوطن، شكرا حماة الوطن.